خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد. إسماعيل يعقد اجتماعا مع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة مهام عملها. التعليم العالي يعلن الاثنين المقبل نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق. جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. إلى التفاصيل، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أمن مصر والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في التدريب والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. وخلال الاجتماع الذي عقده مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أشاد الرئيس بنجاح رجال القوات المسلحة في إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف بعض المواقع العسكرية، مثمنا التضحيات والبطولات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب. كما أشاد الرئيس بما تم تنفيذه في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل، موجها باستمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكري. واستعرض الرئيس خلال الاجتماع الخطط والتدابير الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لحماية الوطن من مختلف التهديدات وخاصة في سيناء. كما استعرض المشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. عقد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا مع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات. هذا وتناول الاجتماع الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات فور صدور القانون، ويشمل ذلك اختيار مقر ملائم للهيئة وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة حرصا على سرعة تفعيل دور الهيئة. يشار إلى أن مجلس النواب قد وافق الشهر الماضي على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في مجموعه. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق بحد أقصى بعد غد الاثنين، مشيرا إلى أن موقع التنسيق سيغلق الباب أمام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية في تمام السابعة من مساء اليوم. وقال المشرف العام على التنسيق إن عملية التنسيق تسير بشكل منتظم دون أي شكاوى من الطلاب، مطالبا الطلاب بتحري الدقة في اختيار رغباتهم. وأوضح عطاء أن مكتب التنسيق سيوزع الطلاب حسب آخر رغبات تم حفظها على الموقع. قال عضو اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة تسعى لإدخال جميع المدارس في إطار الجودة، مشيرا خلال مؤتمر صحفي حول جودة التعليم الخاص إلى أن المصروفات التي تفرضها الوزارة والتي تخص رسوم الجودة مبالغ فيها، وهناك توصيات قدمت للوزير بشأن تقليلها. لو في أي مطلب لأي مدرسة في أي محافظة تبقى من خلال ممثلي المحافظات ثم ممثلي المحافظات اللي موجودين في اللجنة المركزية. الوزارة بقياداتها كلها بتتعاون لإنجاح التعليم الخاص الشريك الأول والوطني لعملية التعليم في مصر. الجودة احنا بنسعى كلنا إن شاء الله عشان مدارسنا تخش الجودة زي بقية المدارس الخاصة الكبيرة والمدارس الحكومية الكبيرة برضو، لأن في بعض مدارس حكومية كتير جدا ما دخلتش الجودة. وأنا رأيي أن التكاليف أو رسوم الجودة اللي بتفرض على المدارس أنا أعتقد أنها عالية جدا، وياريت تتفقوا معايا أن احنا نعمل توصية للدكتور الوزير يقلل من هذه الرسوم حتى تتمكن جميع المدارس من تحقيق الجودة.
كما أوضح عضو اللجنة المركزية للتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أن الاجتماعات مع ممثل المدارس الخاصة تستهدف التعرف على مشكلات أصحابها، مشيرا إلى وجود خلط لدى البعض بشأن مصروفات المدارس الخاصة. أكبر مشكلة أنا شايف أن ناس كتيرة مش واخدة بالها منها على كل المستويات بدون تحديد، أن في خلط ما بين بعض المدارس اللي مصروفاتها عالية والقطاع العريض من المدارس الخاصة. احنا حوالي 6800 مدرسة، 6800 مدرسة في لا يقل منهم عن 5000 مدرسة مصروفاتهم لا تتعدى ال 4000 وال 5000 جنيه، وكلنا نعلم ان هذه التكلفة او هذا المبلغ اقل بكثير من تكلفة الطالب في المدرسة الحكومية. طالب في المدرسة الحكومية بيكلف فوق الاكتر من 8000 جنيه. في ظل الغلاء من 2011 لغاية النهاردة في مدارس بتأن حقيقي قطاع عريض من المدارس. انا بقول انه في حاليا في مرحله الرعايه المركزه زي ما بيقولوا، يعني داخلين على مرحله خطر جدا. فالموضوع ده لازم الناس كلها تفهمه، لازم الاعلام يفهمه، لازم ناس كتير تاخد بالها منه. يا جماعه مش كل المدارس الخاصه، هي بعض المدارس اللي انتم شايفينها بتاخد مصاريف عاليه جدا، ولازم ننتبه. احنا ما عندناش اي مشكله التعليم الخاص، لازم نعترف تماما ان التعليم الخاص كل تلميذ دخل مدرسه حكوميه هو شال من على الدولة عبء، شال من على الدولة مبلغ، شال من على الدولة رقم، شال من على الدولة مسؤولية. فالنهارده القطاع الخاص بيساعد، بنشتري أرض، بنشتري مبنى، بندفع كهرباء، بنعين ناس، مرتبات، تأمينات، حاجات كتير جدا، وكل دي التزامات علينا ما حدش واخد باله منها. كما اقترح عضو اللجنة المركزية للتعليم الخاص هيثم فتح الباب دفع حافز إضافي بنسبة تزيد على 8% لكل مدرسة تحصل على الاعتماد والجودة، إيمانا من الوزارة بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في إزاحة أعباء كبيرة عن عاتق الدولة. اقترح أن يكون هناك حافز إضافي بنسبة معتدلة لكل مدرسة تحصل على الاعتماد والجودة بنسبة لا تزيد عن 8%. حافز الحصول على الجودة طالما المدرسة حاصلة على الجودة والاعتماد وتجدد عند تقديم الطلب. فعلى سبيل المثال المدرسة التي رسوم التعليم بها 2000 جنيه فإن الحافز اعتماد الجودة 160 جنيه على الطالب. طبعا الموضوع مش مرهق بالنسبة لولي الأمر، وفي نفس الوقت بيحقق جودة بالنسبة لصاحب المدرسة والمصاريف اللي بيدفعها. إن آراءكم ومقترحاتكم محل بحث وتقدير، وسيتم رفع التوصيات النهائية للمؤتمر وما تم الاتفاق عليه من خلال أعضاء اللجنة المركزية للتعليم الخاص إلى معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. يعقد وزير التموين علي المصلحي بعد قليل مؤتمرا صحفيا لإعلان خطة إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز. وقبيل المؤتمر اجتمع المصلحي بمديري ومديريات التموين وأكد أن أسعار الخبز ثابتة عند 5 قروش دون تعديل، معلنا قرب بدء العمل بمنظومة الخبز الجديدة. وشدد المصلحي على إعادة توزيع القوة الرقابية وتكثيف وجود المفتشين في المخابز والمطاحن للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها. كشف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عن الانتهاء من تخصيص 20 وحدة إنتاجية جديدة داخل مدينة الجلود بالروبيكي ليصل إجمالي ما تم تخصيصه 110 مصانع دباغة. وخلال جولة تفقدية لموقع المشروع أكد قابيل أن المرحلة الأولى من المدينة ستستوعب جميع الصناع في مجرى العيون. احنا في آخر مراحل بداية المرحلة الأولى، المرحلة الأولى فيها أكثر من 180 هانجر، لكن هم عدد أكبر من المصانع لأن مش كل المصانع بتاخد هانجر كامل. احنا بنتكلم في حوالي أكثر من 180 ألف متر. المرحلة الأولى هتستوعب تقريبا كل مجرى العيون. الهدف طبعا من النقل من مجرى العيون ليس فقط نقل الصناع من مكان لمكان، برغم ان في اثار بيئيه واقتصاديه واجتماعيه، لانه في مساوئ بيئيه شديده الخطوره في مجرى العيون. اللي احنا بنوفره هنا بنوفر مدينه على اعلى مستوى، هيبقى فيها مركز تكنولوجي على اعلى مستوى مفيش مكان فيه في الشرق الاوسط، هيساعد كل المراحل الصناعيه للصناع في مكان اكبر بحيث يتيح
للمصنعين ان هم يتوسعوا في المكان، لانه في مجرى العيون كان صعب التوسع ومكان صناعي صح. أحالت محكمة جناية القاهرة 68 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة حلوان إلى فضيلة المفتي، وذلك لأخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم. وحددت المحكمة جلسة 10 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والبدولة قانونا، وعلى المادة رقم 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فيما نسب إلى كل من المتهمين: عبد المنعم محروس جيلان البواب، المحمدي محمد عبد المقصود الغنام، علي عبد التواب حسين سلمان، حسنين رشاد الحمدي حسنين، محمود مصطفى علي مصطفى، ناجي علي عمار محمد، محمود حمدي أحمد خميس، محمد صادق عبده سليمان. وحددت جلسة 10/10/2017 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين. رفعت الجلسة. لا تزال انتصارات القوات المسلحة مستمرة، فمنذ أكثر من 10 أيام انطلقت المرحلة الرابعة من عملية حق الشهيد، والتي حققت الكثير من النجاحات ضد العناصر التكفيرية المتطرفة. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. بطولات وانتصارات تصدرها القوات المسلحة كعادتها على أرض الفيروز، حيث تواصل استهداف العناصر الإجرامية والبؤر الإرهابية، وذلك ضمن عملية حق الشهيد في مرحلتها الرابعة بشمال ووسط سيناء. المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي قال في بيان إن العملية التي انطلقت منذ أكثر من 10 أيام تكللت بالكثير والكثير من النجاحات، ففي الأيام الثمانية الأولى منها تم فرض حصار محكم على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، وتنفيذ المداهمات الأرضية بالتعاون مع القوات الجوية. أما على صعيد الخسائر المادية والبشرية، فقد تم قتل 40 تكفيريا واعتقال 5 آخرين، فضلا عن اكتشاف وتدمير 20 عربة و4 دراجات نارية وإحباط تفجير 4 عربات ملغومة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية، وتدمير 76 وكرا تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية، إضافة إلى تدمير أكثر من 100 عبوة ناسفة و11 ورشة تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية وعدد من الوثائق الخاصة بالعناصر الإرهابية. إنها قواتنا المسلحة الدرع الحامي للبلاد والعين الساهرة لأمنها واليد الضاربة لكل من تسول له نفس المساس بأمن الوطن وشعبه، ولتزال عملية حق الشهيد مستمرة ومتصلة لا سقفا زمنيا لها، مستمرة ليلا ونهار، وهناك قوات على الأرض في كافة المدن والقرى لملاحقة العناصر الإرهابية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن الوزارة نجحت في إبرام كافة تعاقداتها وسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بموسم الحجة وفقا للتكلفة المعلنة لكل مستوى. وخلال لقائها رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود، أكدت والي أن جميع الخدمات المقدمة للحجاج سواء السكن أو الانتقالات بالأراضي السعودية أو المصرية تم حجزها مسبقا، ولا يوجد أي تغيير في هذه التكلفة. كما ناقشت الوزيرة خلال الاجتماع آخر الاستعدادات الخاصة ببدء تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة.
أعلنت وزارة الزراعة اعتماد مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو حتى الآن قروضا بقرابة 22 مليون جنيه، وأشارت إلى أن هذه القروض يستفيد منها 148 عميلا في الوجهين البحري والقبلي، ولفتت إلى العمل على دراسة ما يزيد على 400 طلب بقيمة إجمالية تقارب 97 مليون جنيه. ونوهت الوزارة إلى زيادة قرض شراء رأس الماشية ليصبح 10,000 جنيه ضمن التيسيرات الجديدة التي يمنحها المشروع لصغار المربين وشباب الخريجين. يتفقد وزير النقل هشام عرفات اليوم أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي المدرج ضمن المشروع القومي للطرق من أجل متابعة معدلات تنفيذه. ويضم الطريق الدائري الإقليمي في القطاع الذي تنفذه وزارة النقل أعمالا صناعية تصل إلى 50 كوبري و64 نفقا، ويبدأ هذا القطاع من طريق القاهرة بالبيس الصحراوي حتى القاهرة الإسكندرية الصحراوية، وسيربط الدائري الإقليمي محاور النقل بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وسيسهم في خفض كثافة الحركة المرورية على الطرق الرئيسة بالقاهرة الكبرى. تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله أعمال التطوير بمنطقة الكوثر بمدينة الغردقة، مطالبا العاملين على العمل بالمنطقة بسرعة إنهاء في أقرب وقت ممكن. وأكد المحافظ خلال الجولة على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة حتى تتم الاستفادة من تلك الأعمال أطول مدة ممكنة، مشيرا إلى أن الهدف من أعمال التطوير هو خدمة المواطنين وظهور الغردقة بالمظهر اللائق بكون أحد أهم المقاصد السياحية المصرية. أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أنها حققت 1,300,000,000 جنيه إيرادات خلال العام المالي 2016-2017 بزيادة 125% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة إن إجمالي صافي الإيرادات المحققة والتي تم توريدها لخزينة الدولة بلغ حوالي 676 مليون جنيه بعد خصم التكاليف المختلفة، بزيادة عن المستهدف تحقيقه حوالي 266 مليون جنيه، مضيفا أن هذه الزيادة في الإيرادات تمت بالرغم من نقل تبعية 3 موانئ الأدبية والسخنة والطور إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. حددت شركة بورسعيد لتداول الحاويات الأول من أغسطس المقبل موعدا لبدء التشغيل التجريبي لساحة الحاويات الجديدة بالمحافظة بتكلفة حوالي 1,060,000 جنيه، وقال أو 160 مليون جنيه. وقال رئيس الشركة جمال عز الدين إن الساحة الجديدة تعد واحدة من 5 محطات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الساحة مجهزة بأحدث الأجهزة الحديثة للكشف عن المتفجرات والمخدرات والمواد المشعة وغيرها من الممنوعات. قام فريق بحثي بكلية الهندسة في الجامعة الألمانية بتصنيع أجهزة طبية مساعدة لتمكين مرضى شلل الرعاش وضمور الأعصاب من تحريك أيديهم بسهولة لإجراء كافة تدريبات العلاج الطبيعي. المزيد عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. إيمانا بدور التكنولوجيا في تحسين الخدمة الطبية، قام فريق بحثي من كلية الهندسة قسم ميكاترونكس بالجامعة الألمانية بتصنيع أجهزة طبية مساعدة لتمكين مرضى شلل الأطراف وضمور الأعصاب من تحريك أيديهم بسهولة وإجراء التمارين اللازمة لعلاجهم. الجهاز بيتكون من جزئين، خوذة وقفاز. الخوذة بتتلبس على دماغ المريض والقفاز بتلبس على الطرف اللي فيه المشكلة، ومن أول ما المريض يبدأ يفكر نقدر ناخد الإشارات من المخ، وبالتالي يقدر يتحكم في الطرف المساعد اللي هو لابسه. فمثلا في مرض ضمور الأعصاب لما المريض يجي يفكر إنه مثلا عايز يقفل إيده، فالقفاز بيساعده إنه يقفل إيده، وده يعتبر مرحلة من مراحل العلاج الطبيعي. وتستخدم هذه الأجهزة في العلاج الطبيعي؟ تستخدم الأجهزة المساعدة في عملية العلاج الطبيعي، ومن ضمن الأمراض اللي ممكن تتعالج عن طريق العلاج الطبيعي مرض الرعاش.
بيقوم الطبيب المعالج للحالة بوصف بعض بروتوكول معين في العلاج بيتم تطبيقه من خلال القفازات أو الأجهزة دي. ده بيساعد في عملية الشفاء من المرض على مراحل متتالية. وتمتاز تلك التقنية بأنها اقتصادية وتتيح متابعة المرضى عن بعد. من مميزات الأجهزة إن تم تجربها بالفعل وطلعت النتائج المرجوة منها بنجاح وبأمان. الميزة الثانية إن يقدر الطبيب المعالج بإنه يراقب الحالة بتاعته المريضة عن بعد، سواء كان في بلد غير البلد أو من موقع غير موقع تاني، لأن الأجهزة نفسها أو الخوز اللي احنا بنصممها ليها خاصية البلوتوث، فأنا ممكن الطبيب يقدر يشوف الكيس بتاعته من مكان للتاني. الميزة الثالثة السعر، السعر في إنتاجها رخيص جدا بالنسبة بالمقارنة بالأجهزة الكبيرة اللي تحط في المستشفيات. ويعمل الفريق على ربط هذه الأجهزة بنظارات الواقع الافتراضي لإدراجها ضمن جلسات العلاج النفسي. في المستقبل عايزين نربط الأجهزة دي بأجهزة الواقع الافتراضي اللي هي بتديني صور ممكن يشوفها المريض كان بيخاف منها زي أمراض الفوبيا والأمراض اللي ليها علاقة بأمراض الزهايمر، فنقدر نعالج الأمراض مش بس العضوية منها النفسية كمان. الخطوة اللي جاية ان احنا محتاجين ناخد موافقة دولية عشان يبدأ تفعيل بروتوكول العلاج في اماكن مختلفة في المستشفيات ودول مختلفة. يطرح البنك المركزي غدا نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 13 مليار ونصف المليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة أجل 91 يوما 6 مليارات ونصف المليار جنيه، فيما تصل قيمة أذون الخزانة أجل 266 يوما 7 مليارات جنيه، وتستخدم العائدات من بيع أذون الخزانة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ورومانيا، والتي تحظى بمستوى عالي من التنسيق وتقارب وجهات النظر. وخلال لقائها النائبة الأولى لرئيس الوزراء الرومانية سيفال شهادة، عرضت نصر الفرص الاستثمارية في مصر في القطاعات المختلفة. من جانبها أشادت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الرومانية بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية وجهود تحسين بيئة الاستثمار، كما التقت نصر على هامش زيارتها إلى بوخارست وزير الاقتصاد الروماني ميهاي فيفور، كما عقدت لقاء مع أعضاء منتدى مجلس الأعمال المصري الرومانية. إذن مشاهدينا الكرام، والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد. إسماعيل يعقد اجتماعا مع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة مهام عملها. التعليم العالي يعلن الاثنين المقبل نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.